مشروع قانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها هو مشروع قانون إطار صادق عليه المجلس الحكومي، ثم صادق عليه المجلس الوزاري بعد إعداده من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع كل الفاعلين في المجال، سواء كانوا قطاعات حكومية أو مجتمع مدني. هذا القانون الإطار الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات بناء على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، خاصة الفصل 34 والفصل 71، ولكن أيضا بناء على مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي جاء هذا المشروع ديال القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، من خلال مجموعة من المقتضيات التي ستمكن من النهوض بحق الشخص في وضعية إعاقة، سواء في مجال التربية أو في مجال التكوين أو في مجال الإدماج المهني أو في مجال الحماية الاجتماعية بشكل عام. سيمكن أيضا هذا المشروع ديال القانون الإطار من فتح المجال لملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الأخرى مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على اعتبار أن هذا قانون إطار وسيكون ما بعده مهما جدا فيما يتعلق بتضمين قوانين أخرى لمقتضيات جديدة، سواء تعلق الأمر مثلا بمدونة الضرائب أو مدونة الجمارك أو قانون المالية أو مدونة الأسرة أو مدونة الشغل أو قوانين أخرى لمجموعة من المقتضيات التي تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتساهم في صون كرامتهم وضمان حقوقهم ومنع كل أشكال التمييز التي قد تطالهم في ميدان أو في مجال من المجالات.